تفضل. انا عايز اعرف دلوقتي ليه يعني معلش التعنت السياسه السعوديه مع المعتقلين المصريين الموجودين عندهم هناك، تعنت جامد جدا وظاهر وظاهر بطريقه واضحه للناس كلها. عاوزين نعرف، ناس كتير بيقولوا هم بخرجوا، فين اللي خرجوا لحد دلوقتي؟ ما فيش الا 5 انفار بس، فين الباقي؟ احنا عاوزين بنطلب الافراج عنهم كلهم بلا استثناء. وبعدين معلش يعني في تغير واضح وظاهر بالنسبه للسياسه المصريه، والتغير ده اكيد وصل لهم، فطالما وصل لهم وفي تحريك من السياسه المصريه يبقى لازم يكون في تحريك من هناك كمان. وبعدين معلش يعني البقاء لله يعني الدوام لله، ان الامير سلطان مات لازم يبقى معلش يبقى في بقى احساس بقى ان الدوام الحال من المحال اساسا، يبقى لازم بقى يعرفوا ان الناس بدا. ارسلت برقيه عزاء للامير؟ بعتنا كلنا اهالي المعتقلين بعتت برقيه عزاء للملك عبد الله، كل المصريين اولا وبعدين اهالي المعتقلين بصفه خاصه. احنا عاوزين نطلب بفراج عن الناس دي كلها، كل اللي عندي الوقفة كان 35 دلوقتي، وعندنا استعداد نقف لاخر العمر كمان، بس مش معقول يبقى الحال على 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 كده على طول يعني. انتهى، مش معقول الحال ده انه مستمر كده. هو ما يخرجوا المعتقلين دول يبقى المصريين هترتاحوا وهم هيستريحوا. شكرا. وفي ضوء الوعود الكاذبة من السفير السعودي اللي توالت مدة بتزيد عن 9 شهور، احنا بنوجه له دلوقتي رسالة من امام السفارة السعودية، بنقول له كيف لك ان تعد بدون وانت لا تمتلك صلاحية تنفيذ هذا الوعد، وحضرتك وعدتنا اكتر من مرة مدة تزيد عن 9 شهور انه هيبقى فيه رد من عندكم من قبل الحكومة السعودية، والى الان ما فيش رد. لا نصف تلك الوعود الا ان هي وعود كاذبة ووعود منافقة جدا ومنافية للواقع. اذا انت لا تمتلك الصلاحية لان تعدنا بتنفيذ شيء معين، فيفضل ان انت ما تقابلناش تاني. شكرا. Thank you.